حياكم الله، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة من وصفات لي ديليز دامل، أكلات وشهيوات أمل. اليوم خيرت لكم لازاني، ولكن لازاني مختلفة تماما على اللي نعرفوها، على اللي نديروها عادة. راح تكون فارسي بلوغي بطريقتي. المكونات اللي نحتاج، بسم الله، 450 غرام تاع اللحم المفروم، 450 غرام دو فيون داشي. عندي هنايا حوالي 4 معالق كبار تاع لا شابلور، الخبز المرحي هكذايا. عندي 4 فوي تاع لا لازاني. اذا هنا عندي فرماج على كريم، درت حليب ودوبته باش ما نديرش لا بيشاميل، نعوضوا لا بيشاميل بالفرماج على كريم. كذلك دو غوس داي غابي هكذايا، لوغي تاع الامس اللي طيبته بقالي، تقدروا تغليوا شويه، انا كنت درته بالزعفران. عندي هنا لي زيبيس، توابل، شويه قرفه، شويه كمون، فلفل اسود ولا فلفل اسمر. عندي البابريكا، الفلفل الاحمر، وملح. هادو هما التوابل. البيرسيل، 4 فرماج كاري هكذا. هادو هما المكونات اللي نحتاجهم لهاد الوصفه. نبداو في طريقه التحضير، بسم الله على بركه الله. بدايه نحط اللحم المفروم تاعي لا فيون داشي في لو بون، ونشد حوالي هكذا لا سباتول، نقص شويه منه من اللحم تاعي من لا فيون داشي، نقص نديرو ابار، نديرو بجهه بجانب. الان نحط التوابل تاعي اللي قلنا هما البابريكا، الملح، فلفل اسمر، والكمون، والقرفه. والان جو نحطو لا شابلوغ تاعنا، والبقدونس، البيرسيل، وبعدها لي غوس داي، الثوم. والان حبه بيض باش نطم كلش. الان لازم نستعمل ايدي باش نخلط كلش، نطم كاع المكونات. وهذا هو المول اللي خيرته، تقدروا تستعملوا مول واحد اخر. درت له ورق الزبده، عمدا خليت ورق الزبده طالع هكذايا باش نفرش اللحم المفروم في كل الجوانب. الان بعد ما فرشته هكذايا، حنا نجي ندير الفرماج تاعي. نجو هنا نشدو لو فرماج على كريم، ندير لازان تاعي، الان نجي ندير روست. الان اللحم اللي خليناه نجو نحطوه من الفوق، نغطيو عليه باللحم. نحطوه الان في الفرن مدة 40 دقيقة ونعاودو نولي لكم. وهنا جيت حطيت لي فرماج كاري فقط قبل ما نطفي على الفرن. هذا هو الشكل النهائي تاع لازاني. دوك نقطع لكم قطعه ولازم تشوفوها من الداخل كيفاش دايره وتجي لذيذه، صدقوني جربوها ما تندموش. هاي لك لازاني بطريقه اخرى مختلفه. لا عندكم اسئله خلوهم لي في التعليقات في لي كومونتير، واكيد نرجع عليكم. ما تساونيش في اللايك والاشتراك. ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والى الملتقى.